قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية، فهي تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو كررت مرارا وتكرارا أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأعطى وزير الخارجية أوكرانيا مهلة لتحقيق مطالب موسكو للتسوية، وإلا فسوف يحسم الجيش الروسي الأمر. Остановились северные маршруты транспортировки российского угля. استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا وفق شروط كييف. وقال بيسكوف إن روسيا لم تتبع أبدا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطقية. كان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أعلن في وقت سابق عن رغبة كييف في عقد قمة سلام في الأمم المتحدة بواسطة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش نهاية فبراير المقبل. قال وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا إن الوقت المناسب لإمكانية انطلاق محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية هو نهاية فبراير المقبل. أضاف كوليبا أن موسكو تعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون المكان الأفضل لعقد محادثات السلام. أعتقد أن الوقت المناسب لإمكانية انطلاق محادثات سلام بشأن الأزمة هو نهاية فبراير المقبل. فكرة صيغة السلام ذات شقين، من ناحية عدم السماح لروسيا بالتلاعب بقضية السلام، لأنهم يقولون باستمرار إنهم مستعدون للمفاوضات، وهذا غير صحيح، فكل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك، وهم لا يسعون إلى السلام. ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون المكان الأفضل لعقد محادثات السلام. قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا مارتينيز إن الأمين العام لن يقود وساطة في أوكرانيا قبل موافقة كل الأطراف. وصدر هذا الموقف عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا. تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الأمريكية خلال زيارته لواشنطن سريعا. قال زيلنسكي في خطاب تلفزيوني إن بلاده لن تضيع الوقت وستنفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن. لقد عقدت اليوم اجتماعا موسعا حول نتائج زيارتي إلى الولايات المتحدة وكيفية تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها. نحن لن نضيع الوقت، سننفذ كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن سريعا قدر الإمكان. في شأن آخر، تحدثت مع رئيس وزراء الهند الذي سوف تترأس بلاده خلال العام المقبل مجموعة العشرين. لقد تمنيت للسيد مودي رئاسة مثمرة لكل شخص في العالم يقدر السلام. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن عمليات القتال في الخطوط الأمامية في مدينة باخموت وكريمينيا ومناطق أخرى في منطقة دونباس الشرقية باتت صعبة. يأتي هذا في حين مر نحو 10 أشهر على انطلاق الأزمة الأوكرانية والتي ألقت بظلالها القاتمة على العالم أجمع. الأزمة الأوكرانية لا تزال على صفيح ساخن رغم مرور نحو 10 أشهر على انطلاقها.
الاشتباكات وإن هدأت في بعض المناطق فهناك مناطق أخرى لا تهدأ، ومن أهمها منطقة دونباس، حيث وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الوضع هناك على الخطوط الأمامية بالصعب والمؤلم، وخصوصا في بخموت وكريمينا. ومن دونباس إلى منطقة زابوروجيا الشائكة، والتي أعلنت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لإجلاء قصري للسكان من إنيرهودار في المنطقة، وتحظى المنطقة بأهمية بالغة في الصراع، حيث إنها تحتوي على المحطة النووية الأكبر في أوروبا، والتي تبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات مراراً وتكراراً بقصفها، وهو ما يهدد بكارثة نووية. الأزمة لم تتوقف عند المواجهات المباشرة بين الجيشين والعمليات العسكرية المتنوعة، ولكنها امتدت حتى طالت البنية التحتية في أوكرانيا، ولا سيما في الطاقة، حيث أعلن زيلينسكي أن نحو 9 ملايين مواطن في مناطق متفرقة في بلاده يعيشون بدون إمدادات الطاقة. وفي سياق متصل، أعلن مجلس مدينة ميكولايف الأوكرانية أن المدينة تلقت 15 مولداً للطاقة لصالح مرافق البنية التحتية الحيوية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة على تخطي الأزمة، وخصوصاً في فصل الشتاء. هي إذن 10 أشهر من الأزمات والتطورات بين الجارين، والتي ألقت بظلالها على العالم كله وليس فقط الطرفين المتنازعين، وسط فشل دولي في حلها وترقب ما ستؤول إليه نتائجها.